إنسان كل ما بتكبر بتكبر معك هالهم جرت ألم تمحي يلي حنان ولم بيتك ضناك وقلبك ولك كان أب وأم جرت ألم تمحي يلي حنان ولم بيتك ضناك وقلبك وإلك كان أب وأم يا إنسان بيقسى أساك لما بتشوف الحقيقة تنسى هواك تنكر الوراق العتيقة تنكر زمانك مكانك تدعس الورود البريئة تنكر زمانك مكانك تدعس الورود البريئة ليه يا إنسان بتقوى بتقوي معك هالظلم ليه يا إنسان كل ما بتكبر بتكبر معك هالهم ليه يا إنسان أخي إذا شايفها متخلفة ومن عيلة أميين طلقها نعم نعم ما سمعت شغلة مثل ما بقول لك طلقها حتى ترتاح من جهلها ومن تخلف أهلها شوف ابن عمي صحيح نحن ما كملنا تعليمنا بس عنا ذوق والذوق فضلوا على العلم شو قصدك؟ ما فهمت يعني أنا بلا ذوق؟ أنت أبو الذوق كله ومشان هيك كل يومين والتالت بتبعد بنت عمك على بيت أهلها مدمية من القتل لو ما بتستاهل ما ببعتها اسمع بسام تحملتك كثير ها واي كلمه عنا ما بقى بدي اسمع عم تفهم شو عم تهددني ولا وبيتي تطلع ستين ولا وقسما بالله العظيم لولا احترامي لتربيه ابوك كنت مسحت فيك الارض هون اطلع لبرا تضرب انت واختك على هالملافز اللي مثل وشكم اطلع شوف بسام انا اللي بعرفك ولا نسيان انه احنا اولاد عم واذا كنت نسيان بكف واحد بخليك تتذكر اطلع اطلع لا اطلع لا اطلع لا اطلع لا لا عصام كلامك مو صحيح بقى لا تلف الدور على المشكلة خلينا نحلها فعلا لأنه رايد نحلها كلامي مو صحيح شو وصح لك أنا؟ أنت بتعرف تماما أني بحبك ومتأكد أني بموت فيك يعني شغلة مغيرة من يوسف لا لا مو غيرة من يوسف بس هو هيك طبعي أنا بحب نكش بالمشاكل لا عم تلعب على وتر لا تضغط على وتر تاني على أي وتر كمانجا ولا عود ولا عصام بدك تحكي مكالم الناس ولا لا شايفة لك حتى طريقة مزحي ما عادي تقبلتيها في فرق بين المزح والسخرية عصام عم حكيك جد خلينا نحل المشكلة بقى حل عندك يعني قصدي وبتعرفي بدك اعتذر عن إدارة الشركة وسلمها لواحد تاني طيب بركي اعتذرت وسلموها لوحدة غيري يعني رح تبقى الإدارة بإيد وحدة مرة شو بتساوي ساعتها هلا ما بقي بهالبلد غير النسوان يسلمون إدارات سجل بمفكرتك اني حاولت حل الموضوع وانت اللي تهربت ورفضت حتى مجرد النقاش الجدي فيه ايه
حبيبتي. يا هدى الله يسامحك، كل هالشي مطية وساكتة، وأنا اللي كنت محسبة إنه أنت السبب. كان يهددني بالطلاق إذا فتحت تمي، بس هلأ خلاص أنا ما عاد بدي أعيش معه. لو بشعل لي أصابيعه العشرة شمع ما عاد أرجع له. شو صار معك لك أمي؟ هدى بتبقي هون معززة مكرمة حتى الله يفرجها، ورجع على البيت عند هالواطي. هدى صدقيني أنا ماني حابب أتدخل بحياتك، بس هذا البني آدم واحد. هاني هاني مشان الله هدي أعصابك. بيبي هلأ كنا عم نحكي أنا وماما بهالموضوع. هاني هدى صدقيني، طول ما أنا عايش ما في حدا بمس شعر من راسك. طول ما أنت بهالبيت ما بصير إلا اللي بيرضيكي وبيجبر خاطرك. الله يخلي لي اياك يا ابني، الله يخليكم لبعض الهي. تسلم لي ان شاء الله يا حبيب قلبي. وبتروح بتقول له لهذا اللي بعتك انه هيك ادويه ما منبيعها الا بوصفه طبيه، وبتقول له لبقي ورطك بوساخته احسن ما اجيب له الشرطه. فهمت؟ ايه فهمت. مع السلامه. شو صار معك؟ مرضت تعطيني، بدك تروح تجيب الشرطه. الشرطه الله لا يوفقك. وين المصاري؟ هاي 50 ليره. هات شو روح انت درميت وينها؟ وقعت تحت امك كسر لك اسنانك. لا خلي ماشي الحال، إذا ما باخذ منك ورجلك فوق رقبتك ماشي ماشي ماشي. طلقها؟ مو قبل ما زلها وجيب راسها بالأرض. لك قسما بالله على شرشحة شرشحة، هي وأخوها هذا اللي عامل حاله مثل ديك الرومي. شلون؟ شو شلون؟ شو نسيان إني محامي؟ وحياة عيونك لخليها تندم على الساعة اللي ولدت فيها وبالقانون. طيب يعني إذا ما بدك تطلقها بدك تزلها بس. بدي طلقها حتى لو باقي بعمري يوم واحد. عملك لنفترض انه ما بدك تطلقها، شو بتعمل؟ ما في اكثر من الاساليب اللي بتخلي الرجال يمشي مرته على الصراط المستقيم مثل الالف. شلون؟ فهمني شلون؟ يعني قل لي على شي طريقه واحده بس. اه ايه تفضل استاذ. يسلموا. يعني تفضل. المي لو سمحتي. تريد شي تاني استاذ؟ لا لا الله معك. ايه انه شو الطريقة يعني؟ ماما 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 بابا شو في؟ نحن بعتناك تتعلم رياضة وكاراتيه،
مشان يكون عقلك سليم وجسمك سليم، مو مشان تطبق اللي تعلمته على اختك. حلا شو بها؟ ما بها شيء بابا، ما بها شيء، ارتجاج بالدماغ يا حيوان. بابا انت شو عم تقول؟ ان شاء الله بتعبرني غميانة ومستفرغة على حال. قديش خافت، قديش ارتعبت وهي. انتو شو عم تقولوا؟ شو ارتجاج ما ارتجاج؟ انا بس دفشتها، بس دفشتها، انا ما عملت لها شيء، بس دفشتها. هو عرفان شو عملت، وتشوفي قديش بكي عليها وقديش انقهر. هلا لأنه ضميره صحي على الصدمة، بكره بينسى وبيرجع لعوايده. أصلا أنت وابنك ما في أشطر منكم لما بيكون ضميركم صحيان، بس ما بعرف ليش بتخلوه يوفى بصدركم إجباري عنه. عليا كرم الله، ادعي لها عليا، ادعي لها، ادعي لها من قلبك. يا رب. عماد ولا يهمك، إن شاء الله رح تطلع منها بخير وسلامة، لا تخاف. الله يسمع منك. مثل ما عم قلك أنا واثقة من هالشي، بس إن شاء الله ما تتكرر. لا شو تتكرر، ما بتنعاد أبدا. أي منقول إن شاء الله. يا وجعت لك راسك من على بكرة الصبح بخاطرك. شبك عماد، طالعين سوا، انتظرني بس شوي. يلا عجلي بس لا تتأخري. لا يلا بس دقيقتين. يا رب يصير خير. تعال عندي. تفضل. خير مدام. شو هاد؟ ليش الوصفات الطبية بترفع كل هالقد؟ أمر طبيعي، لأنه في عنا بالشركة أكثر من 5000 عامل. 5000 عامل بيحتاجوا 40 مليون ليرة حق وصفات طبية. يعني إذا افترضنا كل العمال عم يمرضوا بالسنة 10 مرات 20 مرة، المفروض يكون المبلغ أقل من هيك بكتير. هو فعلا المبلغ كبير شوي. شوي؟ هي كارثة. تعرف شو يعني هالحكي؟ يعني كل أرباح الشركة لهالسنة ما بتوفي حق الوصفات. ما بعرف، بس على زمن الأستاذ خالد المدير العام السابق كانت الوصفات تجي هيك وأحياناً أكثر من هيك. لك أنت شو عم تحكي؟ خذ خليهم يرفعون للتدقيق وجيب لي الفواتير بالتفصيل. يعني بدك الوصفات مدام؟ إيه نعم، وكلهم مثل ما بدك، بس معلش لخلص شغلي. خلص شغلي، الله معك. اي سمير على راسك. خلص من صعب كون عندك. الله معك. اي يا زلمة. نعم. قل لي شلون بدك تصلي على لقطك؟ ما بعرف، بس انا مستعد اعمل اي شيء.
يا ابو يزن بدك مني شيء؟ لا سلامتك طويل. يوه اذا بدك اي شيء. شكرا لك، مع السلامه. أنا ما كان قصدي، بس أنا بدي أخذ منك وعد إنه اللي حصل ما يتكرر مرة تانية. لك مو كل شيء بنحل بالضرب. أكيد بابا، أكيد. قوم قوم روح غسل وشك، غير لي هالسحنة، بدنا نفتح صفحة جديدة وش جديد إن شاء الله. ولك قوم ولا بيصير خير. الحمد لله يا ماما، منيح لي ما طلع ارتجاج بدماغ مثل ما قالوا الدكاترة، الحمد لله. بعدين لا تنسي ماما انه انت كمان غلطتي. ايوه، يعني هي غلطت وحضرته مسؤولة عن اصلاحها وحسن سير سلوكها. عليا، ممكن تتركيني احكي مع بنتي كلمتين بدون تدخلاتك اذا سمحتي؟ يعني لك انا بدي افهم شو الغلط اللي عملته. حبيت عم تعيش مراهقتها وعمرها الطبيعي، لازم تدفع ثمن مراهقتها على ايدين اخوها. اخوها وغلط معه نذبحه؟ لا، منعلق له وسام على صدره لانه عم يربي اخته وهو اصغر منها. لك هذا بدل ما يكون سرد وحمايه لها، حضرته عم يمارس رجولته عليها، عم يثبت لنفسه انه صار رجال هو ما فقست عنه البيضه. لك اساسا لمين بده يطلع غير لابوه؟ عليا، هلا مو وقت الحكي، فهمتي؟ انا عم افهم، وان شاء الله بنتك تفهم وابنك يفهم، والاهم من هيك انه انت كمان تصيري تفهمي. يلا على اذنكم، مع فاي عمتو. الله يوفقك، الله يجبر خاطرك. جد حالي انسانيه، يعني انت مالك عرفان شو القصه. الوالده صار لها اسبوع متوفيه، أعصابي كلها تلفاني. شوفي اليوم رايح كلي رايح برجع. خليك الحجة، عن جد آخر مرة، أعطيني هالمرة وآخر مرة. ما في عندي. طيب أعطيني وعدة، وهلا بجيب بيت بعد نص ساعة وصفة الدكتور، أعطيني وعدة. حتى لو جبت لي وصفة، هي الأدوية اللي عم تطلبها ما عندي منها. طيب ليش غيرك عم يعطيني وأنت لا؟ روح خذ من عند غيري. ماشي الحال، روح خذ من عند غيرك. ماشي الحال. اهلا عصام. اهلا، كيفك؟ تمام الحمد لله. كيف شو صار لك زمان؟ شوي والله. قالت لي ورده انه ما عندها شغل كثير بالمحكمه، قلت بنتظرك. شربت شيء؟ لا لا مجابلي. لا لا ما بصير. يا ورده جيبي لنا اثنين قهوه. ايه احكي لي، شو الاخبار بينك وبين هدى؟ لسه مثل ما هي، بدي اشوف شو في تحت لسانها. لازم اعرف حيثيات الموضوع كله مشان المبادره الاولى تطلع منا. هلا بسام، اذا واحد بحب مرته وما بده يطلقها بس يعني هيك بده يكسر لها عينها، شو ممكن يعني شو ممكن يتصرف؟ شو استاذ عصام؟ كانه الامور فلتانه من ايدك؟ لا لا مو لهالدرجه. عينك بعيني لشوف؟ يا سيدي معك حق، في شوية خلافات وشوية مشاكل. ولا يهمك، عندي ايدي بصنارك. بس شلون؟ بنشرب القهوة وبعدين بنحكي. يا وردة! شو؟ برافو عليك، برافو، فكرة ظريفة مميزة. تنفع تكون مسلسل ولا لا؟ لك حبيبي أي فكرة بالحياة بتنفع تكون مسلسل، بس المهم الطريقة، يعني أسلوب الكتابة والقالب يلي بدك تحط فيه فكرتك. هي بقى مسؤوليتك أنت. أنا لا بعمري شفت مسلسل مكتوب ولا بعرف حتى شكله على الورق. إذا بتحب أنا بساعدك،
وبعلمك شلون ترسم المشهد وتقطيعاته وكل شيء بيلزمك. وإلك نص حقه. قصدي إذا انباع يعني. إن شاء الله. إذا أنت فعلا أخذ الموضوع على محمل الجد، صدقني أنا رح ساعدك. طبعا عن جد. شو عم تحكي له أي؟ معناها بوشك على السوق، بتجيب معون معونين ورق، وأنا بمرق لعندك وبنعمل أول جلسة جدية، شو رأيك؟ على بركة الله. خاطرك. الله معك لؤي. لؤي لؤي. خير. بشرفك عجبتك الفكرة؟ لك إيه عجبتني كثير. فكرت منيح بالموضوع لأختي اللي عم تقولي مو لعبة. ايه هاني خلص لحد هون وبس. لك فنيت عمري بخدمته بالاخير هي النتيجه. ايه والله والله لو اعرف انه هيك عامل فيكي لما تركته مع ليله وحده. اللي صار صار امي، المهم نعرف شو بدنا نساوي هلا. شو هدا؟ خلص هاني مثل ما قلت لك بلش بمعامله الطلاق. عمال بتقول لك عليه امي. ايه الله يقدم لي في الخير. خير؟ تاخرنا كثير. شو هاد؟ كل هدول؟ بيطلعوا لهم شي 10,000 وصفة. ماشي الحال، أنا بشوفهم بالبيت. مدام إذا بدك مساعدة أنا جاهز، باخذ منهم قسم. لا معلش، بدي أدققهم بنفسي. على راحتك، بتريدي شي؟ الله معك. عمال الشركة مع الأمراض مستعصية. الو. مرحبا استاذ عصام. اهلين محجوب، خير؟ شو في المدام؟ المدام طلبت الوصفات الطبيه استاذ. شو شو بدها فيهم؟ قال شافت انه المبلغ كبير، طلبتهم مشان تدقق فيهم، حبيت خبرك استاذ مشان تتصرف. طيب طيب خلص بعدين بحكي معك. مشان الله استاذ عصام ما بنتبهدل. ولك خلص شو عم بحكي معك؟ عم اقول لك بعدين بشوفك. ايه بشوفك بشوفك، مع السلامه. ان شاء الله 60 عمرك ما تاكلي. ها بدك تزهرمي بتقومي بتعملي اكل لحالك؟ فهمتي؟ انا مو مستعد اقضي حياتي كلها بالطبخ والنفخ والجلي. انا ما خلقت لهالشغله. عم تفهمي ولا لا؟ لا تدي بعدين ان شاء الله مفكره هيك انه لحالك انت عم تصرفي على البيت. انا ياما صرفت ولساتني عم اصرف. فكرك ال 25,000 ليرة اللي ركبتهم دين على رقبتي، على مين صرفتهم؟ خواتم وورد. ويا ريت مبين فيك. يا ريت لعبتك. يلا قومت التاني على المطبخ، ما بكفي حرقت البصلات؟
يعني ما كنت متصور انه الامور رح توصل لهي الدرجه، بس لما شفتك طالع مع واحد غريب ما بعرف شو صار لي. صحيح هلا، مين هاد يلي كنتي طالعه معه بالسياره؟ ما بدك تحكي، مو مشكله رح اعرفه شي هون. على كل الاحوال انا جاي اعتذر منك وبتمنى تقبلي اعتذاري. تذكري وعلى قولة ابي بيصير خير. على فكرة انا اخذت لك تقرير طبي على المدرسة. شو عرفك؟ ابدا، يعني سمعت طرطيش حكي. ما في شيء. بنته صاير لها شيء؟ يعني ان شاء الله مو متأذية. مالي فاضي لك هلا، عندي شغل عن اذنك. طب العين تطردني. شو كتوم؟ كتوم؟ يلا بابا فوتوا بدلوا اواعيكم، رح احط لكم غدا. عن جد ما كنت شايفني ولا هيك حبيت تطنشني؟ بسم الله على قلبي، شو صار لك؟ شوفي، لاني ضليت ساعه زمن لك واعطيك اشاره وانت ما كنت تلتكش. والله مالي عرفان انه سياده المدير العام مشرف الشارع اللي انا ماشي فيه بسيارته، ولا كنا مدينا لكم الارض سجاد عجمي. أستاذ عصام تسمح لي دقيقة من وقتك؟ آسفين ما ضل عنا وقت، لا دقيقة ولا ثانية، نفقنا. حبيبي عن جد أنا آسفة، بس ما بعرف شو صار لي لما حسيتك مو ملتكش فيه. عصام ممكن تنزل رجليك عن التخت وتحكي معي؟ ها؟ يعني خايفة على التخت؟ خايفة على الشراشف يتوسخوه؟ حبيبي أنا مو قصدي. مو قصديك؟ لك عصام شو صار لك؟ اسمعك يا بنت الناس، الشركة هنيك أنت المدير العام، هون أنا المدير، أنا قبطان هذا البيت، أنا الربان، عم تفهمي؟ عم تفهمي؟ شرفي، كل شرفي كلمة تانية، لما خلي لي غلط بكل هالبيت إلا دوسه تحت رجليك. ولك ها إذا عاوزة مصاري قولي لي. مالك لك ابني؟ ليش مقصر بشي أنا أمي؟ احكي. الله يقويك ويوفقك ويخلي لنا إياك إلهي يا ابني، مالك مقصر أبدا. بس يعني مو غلط إذا شلنا عنك كتف، أنت شايف حالتنا؟ أنا شايف، بس يا ريت أنتوا تشوفوا كمان. هاني شو قصدك؟ هدى والله والله بفتيكي بعيوني وانت بتعرفي هالشي، بس موضوع الشغل ايميليا من راسك. حاضر مثل ما بدك، بس ممكن اعرف ليش؟
خايف اذا قلت لك تزعلي. تسلموا ايديك يا مشتره. لك يا اخي نالك هات نص مثل العالم والناس واعتبر ميزانيته جاهزه واشتغلوا. معلم مشان الله حط عينك بعيني، انا كم مره جبت لك نصوص لهون وحضرتك ترفضهم؟ لك هذا نص اللي جبته هذا تبع صاحبك هذا شو اسمه؟ انا منه؟ لك هذا تبع جبته السنه الماضيه شو اسمه هذا؟ لك ايه لا يكون هذا احلام ضايعه؟ دخيل لك احلام ضايعه شفتي على الاسم الكئيب هذا بسد النفس. لك يا ابيض والله نص حلو شو هو؟ ولك يا اخي قلت لك هات نص مثل الخلق ومثل العالم والناس واشتغلوا. لك صار لك سنين وايام عم تقلي نفس الجمله، هات لي نص كويس، اعطيني نص منيح، وبالاخير كله ما عم يعجبك. ولك انا شو بعمل لك؟ اذا انت بتنقي نصوص زباله وبتدفعني عليها هذيك الحسبه، وحياتك اول نص بيعجبني لاقول لك عليه. ماشي الحال، مثل ما بدك. انا طالع على الاستوديو بدك شن هنيك؟ قول لرامي تمر لعندي اليوم المساء. شو يا؟ شافك مغير التكتيك؟ ملاقيك بطلت هاي سياسه التطنيش، شو في؟ روح حبيبي روح، هاي شغلات أكبر منك وتقيلة على مخك. تضرب أنت واللي بدي عملت مخرج هالصفحة وحاشة تصدير. نعمل لك مشهد صامتين مشان المخرج يورجينا عضلاته. صاروا شو 50 صفحة مسطرين. مشهد لا بالاسود. مشهد 16. لهوني داخلي منزل. شو طمني؟ ان شاء الله قريحتك مفتوحة؟ مفتوحة مفتوحة، عم بكتب منيح بس ما بعرف إذا أسلوبي صح ولا غلط. طيب شوف له أي رح شوفه بس ليكتروا شوي. طيب ماشي حبيبي أنا رايحة، جيب لك معي شيء أنا وجاي. بدي سلامتك الله معي. الشخصيات سمير أنا واثقة من قدراتك صدقني. يلا باي. علي اللي حاويكي ببيتي يا بنت أبو قاسم، يقولها أبو أحمد ويجلس قاعدته. أهلين ورود. أهلين روحي. ويني كل ما لقيتي حالك فاضي طالع عندي على المونتاج. أنا قاعد ما بعمل شيء. ماشي الله معي. أهلين أبو الفوز. أهلين أهلين أستاذ يزن. أهلين. لا بسبك أنا أطلب وشك شي عفريت. لا ما في شي، بس يعني أنت نقصتني، يعني إجيتني هيك كبسة على غفلة. لك أنت أكيد أكيد عامل لك شي عمل. مرحبا عبدو. لك يقطع عمرك شو مزوحي وخفيف دم مثل أبوك. شو مفكرني رح اخذك بالحضن اقول لك تسلم ايديك يا بطل؟ لا عمتو، بس انا كمان ماني جاي لاسمع محاضرات وبهادل. شو بدك؟ جيت لشوفك اقول لك الحمد لله على سلامتك. بكي الظرف اللي صار ما سمح لي. طالع لابوك صاحب واجب. عن اذنك. والله بقدر امشي لحالي. بعرف حبيبتي بعرف، بس عم زندك مالك شايفه حالتك على مهلك. يعني ماما ليش عم تحسسيني اني عاجزه؟ فجر اللي بيقول هيك. بس انا يا ماما. تسلم ايديك يا ماما. حلا لا تتخيلي باي حال من الاحوال انه انا وابوك نكون راضيانين عن اللي صار. بدي اياكي تتاكدي انه هذا الموضوع ما رح يمر هيك بدون محاسبه. شو رح تعملوا يعني؟ رح تمنعوه يقعد على الانترنت بالساعات؟ ولا رح تمنعوه يروح النادي؟ في اكثر من هيك كمان.
شو في اكثر من هيك امي؟ بدكم تكسروا له راسه مثل ما عمل فيه؟ ماما لا تكوني حقودة انت الثانيه، كيف ما كان بضل اخوكي. شايفه قديشني حقودة ولئيمه. على انه محطه بتحبي تتفرجي، ما بتفرق. انا عم بسأل بيدي حطه هون على طرف المجلس. انا بيدي حطته بالخزانه. بالخزانه؟ لك هذا بيت ما في مين يلمه يا مدام، ما في مين يلمه. تفضلي تفضلي نطلع الفضل. وطي صوتك الاولاد نايمين. الدرج التحتاني عندك على اليمين. نهش جيتينا دفش، جيناكي بعين الحمراء، جيتينا بعين الفيجة وبسيمة. Come on.
لازم منك تستجيب. قلت لك بدي بالدان يعني ورب السماوات بدك تعطيني بالدان. اسمعي عليك جيناكي بالرواق ما مشي معي ما مشي لا تغطي ما مشي معك القصه هاد. جيناكي بالعين الحمراء لك لتكون بدك عين الفيجه ولا بس سيمه لبدرسان احكيها احكي اذا بدك هيك. سكري سمك سكري سمك احسن اكسر لك استعلك ها سكري سمك ركب لك يا شباب يا لطيف يا لطيف هاي شرطة الصيدلانية جيبونا سيارة يا شباب رسفة جيبونا كاسة مي يمكن مغاطنا يا لطيف. هلا مشان هيك جايبني على الشركة ومسهرني لهالوقت؟ ايه أساسا أنا اللي قلت لك إنه هاد آخر عمل بشتغله معك. أنا اللي بقول لك مو أنت اللي بتختاري وقت تقليعك. أنا بس بدي أعرف شو الغلط اللي ارتكبته معك لحتى عم تصرف معي بهاللأمنة؟ مو أنا يلي بينلعب علي يا آنسي. هيك ولدنات بتساويها مع واحد غيري مو مع عماد. لك أنت عن شو عم تحكي؟ ولدنات شو ألعاب شو؟ يا آنسة رامي هي شركة محترمة وسمعتها مثل التلج. مو إذا فشلتي بتطبيقي بتعرجي على لؤي لحتى تغيظيني. ها أيوه هو أنا فعلا كنت عم بتقرب من لؤي بس مو مشان غيظك مشان أعريك قدام غرورك كشفك قدام حالك. اطلعي لبرا. معك حق كان لازم أعرف إنك نجم يعني بعيد كتير وصعب الناس العاديين يشوفوك على حقيقتك لازمهم تلسكوب ليقربوك لعندهم وساعتها تصبح على الشمس. تأكد يا أستاذ سمير إنه اللي اعتدى على المدام رح يوقع بين إيدينا بأقرب وقت. شكراً سيادة المقدم شكراً لك. وهي الشباب أعطونا اسمه وعنوانه وما بقى إلا يصير هون بالقسم. شكراً كتير شكراً. يلا شرفي خلينا نروح على البيت. شكراً لكم يا جماعة عزبناكم معنا بهالليل. ولو واجبنا دكتورة. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمكم. يلا يا شباب يلا كل واحد يروح على بيته وبنبقى بنبعث لكم مشان تتعرفوا عليه. شكرا سيادة المقدم. هلا لو قلت لنا للجيران بنتين حلوين شو كنت بتخسر؟ شو بدك يعني قول لهم؟ يعني تشكرهم وقول لهم اسفين عذبناكم. تشكرهم على شو؟ على انه شافوا فضيحتنا ولا بوس ايديهم مشان ما يحكوا اللي شافوه لاهل الحاره؟ سمير ليش عم تحاكيني؟ امشي بقى يا امشي.
الو علينا يا عماد. صباح الخير. ايه ليش وين سيارتها؟ ايه ايه خلاص بمروا لعندها. خلاص ما راح انسى. عراسي الله معك. بتكبر معك هلام.